بحث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال أوجه التعاون البرلماني بين مجلسي الأمة الكويتي والنواب المصري. وتناولت المباحثات الرسمية التي عقدت بمقر البرلمان المصري تنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا إقليميا ودوليا، كما استعرضت أهمية التنسيق بين الجانبين للقضايا والملفات المزمع نقاشها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في صربيا أكتوبر المقبل. وأكد الجانبان أهمية توحيد المواقف البرلمانية العربية في كل الاستحقاقات البرلمانية المقبلة قاريا ودوليا، وبخاصة إزاء الملفات المهمة عربيا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.